على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي يملأ البنك المركزي باحتياطيات العملات الأجنبية التي تجاوزت الآن 80 مليار دولار، ومن المرجح أن تصل إلى 90 مليار دولار بحلول نهاية العام، يشعر العراقيون كل يوم بالقلق من أن الأزمة السياسية المستمرة ستؤدي إلى تآكل مستوى معيشتهم. بس نلاحظ أنه مخاوف من قبل العالم حول هذه الأوضاع، وإن شاء الله تنحل هي بالحوارات إذا بقت هيك الأزمة فتأثر على المواطن العراقي، لأن هو المواطن العراقي أصلاً متأثر بارتفاع سعر الدولار، متأثر بصورة كلش قوية. مواطنون عراقيون يقولون أن أي تصعيد للأزمة السياسية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مشيرين إلى أن انعدام الأمن يؤدي إلى ارتباك الأوضاع ويجبر المواطنين على التسوق وشراء ما يزيد عن حاجتهم من المواد الغذائية. وكالة الائتمان العالمية فيتش أشارت إلى ارتفاع نسبة القلق والارتباك داخل العراق، حيث يوجد قدر كبير من عدم اليقين لدى المواطنين بشأن اتجاهات المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بدعم الكهرباء وكشوف رواتب القطاع العام. التأثير السياسي له دور واضح على السوق بالنسبة للبلد العراق، يعني أي إشكال يصير راح يأثر تأثير مباشر على حياة المواطن، عدم الأمان، عدم الشعور بالأمان راح يسبب أنه خربطة عند الإنسان، مما يضطر أنه يسوق، يأخذ مسواق أكثر من طاقته، يأمن المصدر الغذائي للبيت، بالتالي راح يكون له تأثير سلبي على الأسعار. الأزمة السياسية المتصاعدة والخلافات بين القوى المتصارعة انعكست سلباً على السوق بشكل واضح، وبدأ التمس المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى أن انعدام الأمن وارتفاع أسعار السلع جعل المواطن العراقي يعيش مرحلة من عدم الاستقرار والقلق على الحاضر والمستقبل.